مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها للحديث عن التنمية في سيناء وصعيد. البداية مع جهود الدولة في محافظات الصعيد. إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة. وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا. ودائما وابدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إذن ملحمة مصرية خالصة في التطهير والبناء نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهي ملحمة تنمية شبه جزيرة سيناء، وده ما كانش هيتم بالتأكيد إلا بعد خوض معركة شرسة وصعبة ضد الإرهاب. قدمت مصر خلالها تضحيات غالية من أبنائها، من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين. وبعد القضاء على قوى الإرهاب بدأت الدولة في إطلاق أكبر عملية بناء وتنمية لهذه البقعة الغالية على قلوب جميع المصريين. حاضر ومستقبل مشرق كتبته الجمهورية الجديدة على أرض الفيروز بعدما طوت صفحة الإرهاب، لتنطلق رحلة إعمار شبه جزيرة سيناء ولتستعيد أرض الفيروز مكانتها الحضارية والسياحية والتنموية التي تستحقها. وخلال العشر سنوات الماضية أنفقت الدولة استثمارات تجاوزت 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وحققت العديد من النجاحات، منها توفير مئات الفرص الاستثمارية وتقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وزيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبدء تنفيذ مشروع تنمية سيناء وإنشاء جامعات. وكان على رأس هذه المشروعات بالتأكيد افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس من عام 2015. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام. دكتور، بعد التحية، في عام 2014 أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على المستويات كافة. بنتكلم عن معركة كبيرة مع الإرهاب بالتزامن في نفس الوقت مع تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها، وكذلك تم تنفيذ مشروعات عديدة بتسهم في عملية التنمية. برأيك كيف نجحت الدولة في تحقيق هذا الهدف بالقضاء على الإرهاب وفي نفس الوقت تحقيق التنمية؟ مساء الخير أستاذ عمرو. في الحقيقة طبعا يعني تجربة يعني عملية التنمية والحرب على الإرهاب في سيناء منذ عام 2014 حتى الآن يعني تحمل دلالات كبيرة ومعاني كبيرة بالنسبة لفلسفة عمل الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى الآن. أول هذه الدلالات والمعاني الكبيرة إنه الدولة المصرية يعني عملت على مسارين متكاملين ومتوازيين في نفس الوقت، هو الحرب على الإرهاب ومواجهة كافة التحديات الأمنية سواء الداخلية المرتبطة بموجة الإرهاب التي نشأت بعد ثورة يونيو 2013، أو التحديات الأمنية المرتبطة بحالة الفوضى والاضطراب القائمة في الإقليم. في نفس الوقت عملت الدولة المصرية على عملية التنمية الشاملة في كل أقاليم الدولة المصرية بالتزامن مع مواجهة التحديات الأمنية. سيناء مثلت يعني تعبير دقيق عن العمل على هذين المسارين، الحرب على الإرهاب باعتباره واحد من التحديات الأمنية التي فرضت نفسها بعد ثورة يونيو عام 2013، والتنمية في نفس الوقت.
فبالتالي هنا دلالة مهمة أو واحد من الفلسفات الأساسية التي عملت عليها الدولة المصرية منذ 2014، هو العمل على مسارين متكاملين، هما التنمية وحماية الأمن القومي المصري. طب هنا سؤال دكتور، يعني نستمع كثيرا إلى تعبير أن تنمية سيناء هو أمن قومي لمصر وأن هذا الأمر لا تهاون فيه، كيف تفسر هذا الأمر بما يصل إلى قناعات الناس وإلى فهمهم؟ يعني أولا لأنه سيناء ارتبطت تاريخيا أو منذ يعني بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ارتبطت بمعنى ويعني قيمة كبيرة لدى الدولة المصرية والمجتمع المصري، هي حماية الأمن القومي وحماية الأراضي المصرية. في هذا السياق يعني خاضت الدولة المصرية معركة كبيرة منذ احتلال سيناء في عام 67 إلى أن تم تحرير آخر شبر من الأراضي المصرية في سيناء، ثم بعد ذلك تأكد ارتباط الأمن القومي المصري بسيناء عندما يعني نشأت يعني في الفترة الأخيرة جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتصور مرة أخرى قضية الأمن القومي المصري يعني في الجبهة الشمالية. فسيناء بهذا المعنى ارتبطت تاريخيا بالأمن القومي المصري خاصة في المرحلة الحديثة. وقبل العدوان الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة كما نعلم كانت هناك موجة إرهاب شديدة الخطورة بعد عام 2013، يعني بسبب استغلال التنظيمات الإرهابية ما حدث في عام 2011 واتجاهها إلى التمركز في سيناء ومحاولة ربط علاقات تنظيمية وعلاقات فكرية وغيرها مع تنظيمات إرهابية خارج الأراضي المصرية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارج إقليم الشرق الأوسط، وبالتالي فرضت قضية الأمن القومي نفسها مرة أخرى بعد عام 2013 من خلال موجة الإرهاب التي ظهرت بعد عام 2013. فكل هذا جسد يعني أهمية سيناء وارتباطها بالأمن القومي المصري. لكن حماية الأمن القومي المصري أخذت أبعادا جديدة أو أبعادا مختلفة مع تسريع عملية التنمية في سيناء، لأنه حماية الأمن القومي المصري ومواجهة تحدي الإرهاب لم ترتبط فقط في عمل وأداء الدولة المصرية، لم ترتبط بالمنهج الأمني أو المنهج العسكري فقط، لكن كان هناك رؤية شاملة لدى الدولة المصرية منذ عام 2014 في حماية سيناء وفي حماية الأمن القومي المصري من خلال المنهج الاقتصادي التنموي أيضا. وبالتالي أو تحت هذا العنوان شهدنا أكبر عملية تنمية شاملة ووسعة النطاق في سيناء منذ عام 2014. وطبعا كلنا نتابع ما يجري في سيناء سواء يعني فيما يتعلق بمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية أو فيما يتعلق بالتنمية العمرانية أو فيما يتعلق بربط سيناء وتعميق ارتباطها كإقليم ليس على هامش يعني أو كإقليم حدودي، لكن أصبح الآن في قلب الدولة المصرية وفي قلب بالفعل كما تفضلت حضرتك تعميق الارتباط بين سيناء وبين أقاليم الدولة المصرية أو الدلتا وغيرها من الأقاليم، فضلا عن كل مشروعات البنية التحتية التي تربط بين الدولة المصرية وبين سيناء. بالفعل كما تفضلت حضرتك يعني هناك الأنفاق التي ربطت بين الدلتا وسيناء وأصبحت سيناء بالفعل في قلب مصر وهي بالفعل في قلب كل مواطن مصري. لما بنتكلم عن تنمية سيناء بلغة الأرقام بنجد أن الدولة أنفقت نحو تريليون جنيه خلال السنوات العشرة الأخيرة. برأيك ما دلالة هذا الرقم الضخم وكيف أصبحت سيناء بالفعل في قلب الجمهورية الجديدة؟ يعني طبعا هذا تعبير كمي واضح عن عمق يعني وصدق اهتمام الدولة المصرية بعملية التنمية في سيناء. واسمح لي أن هذا يعبر مرة أخرى عن توجه واضح لدى الدولة المصرية في تعاملها مع قضية التنمية. قضية التنمية لم تعد يعني تتركز كما كان يحدث في مراحل سابقة وفي عقود سابقة
السابقة كانت عملية التنمية تتركز في المناطق الحضرية أو في القاهرة الكبرى، لكن منذ عام 2014 عملية التنمية تركز على نشر أو الانتشار في كل أقاليم الدولة المصرية من الجنوب. يعني هناك مشروع ضخم في توشكا، مشروع زراعي يعني كبير في توشكا وصولا إلى الدلتا الجديدة ثم إلى سيناء فعملية وغيرها من المحافظات المصرية. فعملية التنمية يعني لا تقتصر منذ عام 2014 لا تقتصر على أقليم بعينه، لكنها تنتشر في كل أقاليم الدولة المصرية. وهذا جزء من يعني أو بعد في فلسفة عمل الدولة المصرية في المشروع مشروع التنموي الجاري. هو مشروع يقوم على فكرة التنمية المتوازنة، والتوازن هنا لا يقتصر على البعد الجغرافي فقط أو نشر عملية التنمية في كل الأقاليم الجغرافية، لكن أيضا حتى على المستوى القطاعي. عملية التنمية تركز بالإضافة إلى عملية التصنيع وتمكين الصناعة، لكن هناك أيضا لدينا اهتمام ضخم بالقطاع الزراعة واستصلاح أراضي زراعية جديدة، الدخول زراعات حديثة، كل هناك عملية تحديث ضخمة في القطاع الزراعي. بالنفس الأمر فيما يتعلق بقطاع الخدمات، يعني قطاع إضافة قناة السويس الجديدة، هذا استثمار أيضا في قطاع الخدمات والقطاع خدمات التجارة أيضا في منطقة غرب السويس. فبالتالي نحن لا نركز أو المشروع التنموي المصري لا يركز فقط على نشر التنمية في كل الأقاليم الجغرافية، لكن يركز أيضا على النهوض بكل القطاعات الاقتصادية سواء الصناعة أو الزراعة أو الخدمات. هذه ملامح مهمة لعملية التنمية في مصر الجارية الآن، وكل هذا يشرح أو يفسر لنا لماذا إقليم سيناء يعني أصبح في قلب الدولة المصرية وفي صحيح. قلب عملية التنمية. بالفعل كما أسلفنا، سيناء في قلب مصر لها مكانة خاصة في قلب كل مواطن مصري. سيناء دفعت فيها ومن أجلها ضريبة الدماء. سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة جدا، وبالفعل هي صندوق من الذهب، صندوق من الألماس ينتظر التنمية المصرية، وصندوق من الفرص. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام. أشكر حضرتك جزيل الشكر. أطلقت الدولة خطة تطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء 2023-2030، والتي تتضمن إنشاء مدن جديدة بالمحافظة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، كما تضمن تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة. نتابع المزيد في التقرير التالي. مشروعات تنموية عملاقة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية بشمال سيناء، في مقدمتها مشروعات صناعية وزراعية، فضلاً عن إنشاء تجمعات سكنية حضرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أرض الفيروز. فمن منطلق الإيمان بأن تحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء لن يكون إلا من خلال التنمية والتعمير في كافة أرجاء أرض الفيروز، أطلقت الدولة خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء 2023-2030. خطة تنمية شمال سيناء تتضمن إنشاء مدن جديدة بالمحافظة
وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة صناعية وتجارية وزراعية، وتضمنت استثمار أكثر من 280 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعا تنمويا، منها 726 مشروعا تم تنفيذها بالفعل بمختلف القطاعات لتحسين مستوى المعيشة والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، بجانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. وتأتي الزراعة من أهم ملفات التنمية بشمال سيناء، إذ تم وجار تنفيذ أكثر من 180 مشروعاً باستثمارات تبلغ 123 مليار جنيه، منها 165 مشروعاً منتهياً، يتضمن على سبيل المثال محطات معالجة المياه، بحر البقر والمحسمة، وزمام زراعية تبلغ 90 ألف فدان جار تنفيذها ضمن مآخذ ترعة الشيخ جابر، كما أنه مخطط زراعة 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، بجانب إنشاء منطقة زراعية تنموية متكاملة برفح والشيخ زويد على مساحة 109 آلاف فدان. ويعد العمران من أهم مستهدفات التنمية في شمال سيناء، التي تستهدف إنشاء 82,600 وحدة سكنية، منها 47,600 وحدة مقامة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة، لتضم المحافظة 11 تجمعا تنمويا حضريا يستوعب الزيادة السكانية، على أن يصل إلى 21 تجمعا تنمويا بحلول عام 2030، بهم مدارس ومستشفيات وأسواق وغيرها من المجمعات الخدمية لأهالي سيناء. الخطة الاستراتيجية لتطوير شمال سيناء تضمنت كذلك النهوض بالصناعة عبر استثمار نحو 45 مليار جنيه لإنشاء نحو 30 مشروعاً صناعياً ضخمة. ولعل أبرز تلك المشروعات المنفذة هو مجمع إنتاج الرخام وتطوير مصنع العريش للأسمنت، على أن يتم إنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل، ومجمعين صناعيين في رفح والحسنة، بجانب مصنع للصودا آش وعشرة مصانع للرمال السوداء بحلول عام 2030. رؤية مستقبلية لتنمية شمال سيناء وضعت معايير جادة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، من خلال العمل على توفير ربط بري ودولي للمحافظة، مع إنشاء مناطق لوجستية وتوفير مصادر الطاقة والمرافق والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات. فتم وضع خطط تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري والأنفاق والموانئ والمطارات، بجانب تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لشمال سيناء بإنشاء ممر لوجستي لنقل البضائع، وهو خط سكة حديد العريش طابة. يأتي ذلك مع تأمين واستقرار مصادر الطاقة التي تتضمن أكثر من 330 مشروعا كهربائيا ونحو 40 مشروعا يؤمن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير حوافز جذب استثمارية من خلال تنفيذ تسهيلات ائتمانية للمشروعات ومنح قروض ميسرة مع خفض رسوم الترخيص والتشغيل، وتوفير القوى العاملة اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات الاستثمارية التنموية. إذن هي مشروعات كبرى تقوم بها الدولة المصرية من أجل أن تكون سيناء صندوق الفرص، صندوق التنمية، من أجل مستقبل زاهر لهذا الجزء العزيز من أرض الوطن علينا جميعا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق. دكتور، بعد التحية، إجمالي الاستثمارات العامة المواجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة زاد نحو 10 أضعاف ليصل إلى 58.800 مليون جنيه، 58 مليارا و800 مليون جنيه عام 2023-2024، مقارنة بخمسة مليارات و900 مليون جنيه عام 2013-2014. برأيك كيف تعكس هذه المخصصات مدى الأهمية القصوى
التي توليها الدولة المصرية للتنمية في سيناء. تحياتي يا فندم لسيادتك والسادة المشاهدين. سيناء أرض الفيروز، أرض عزيزة علينا كلنا، هي الامتداد الاستراتيجي والحماية الاستراتيجية للدولة المصرية. الحقيقة طبعا سيناء تم إنفاق عليها ما يقرب من تريليون جنيه النهاردة خلال العشر سنوات السابقة. خلال العشر سنوات السابقة تقريبا تجاوزنا 300 مليار، ومصر في طريقنا إلى النصر ب 58، يبقى سنصل إلى 900 مليار تقريبا، وهي نسبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن سيناء كانت مهجورة خلال عشرات السنين السابقة، وبالتالي تحتاج إلى دعم. أولا من حيث المساحة، مساحتها كبيرة جدا، الهدف الاستراتيجي أنها تستقطب كمية كبيرة أو عدد كبير من السكان وتكون امتداد عمراني للدولة المصرية. الناحية الثانية كمان أن هي متنوعة، فيها زراعة، فيها صناعة، فيها معادن، فيها بحر وفيها مواني، كل دي هي منطقة متكاملة للتنمية في داخل الدولة المصرية. بجانب كمان نقطة مهمة جدا، وهو أنها عنصر من عناصر الأمن الاستراتيجي والأمن القومي للدولة المصرية، باعتبار أن الجانب الآخر هو ما يوجد به دولة إسرائيل. بالفعل كنا نسمع كثيرا أن خط الدفاع الأول عن سيناء هو أن يتمكن المصريون من أن يكونوا موجودين بكثرة في هذا الجزء العزيز من أرض الوطن. لما بنتكلم اتفضل كانت هي عبارة عن أرض فضية صحراء، وبالتالي كانت تمثل تهديد. الدولة المصرية ارتأت أن أفضل حماية وأمان وحماية للسلام وحماية للأمن القومي هو أن تعمر هذه المنطقة، صحيح، وأن يكون بها سكان. وبالتالي جاءت هنا فلسفة بناء مدن جديدة في سيناء، بمعنى أن هناك عدد كبير من المدن الجديدة سيتم في سيناء بجانب، وبالتالي عشان يتم هناك عدد من هذه المدن الجديدة يبقى لابد أن تكون هناك مجالات للتنمية ومجالات للإنتاج. وعليه هناك أيضا النهاردة مساحات كبيرة بيتم استصلاحها كأراضي زراعية صلاحة للاستزراع، وفي نفس الوقت كمان هناك معادن كثيرة جدا، وهناك أماكن لصناعات كثيرة جدا. يكفي أنها عندها فيها الرمال السوداء، ويكفي أنها مركز كبير للأسمنت، وأيضا مركز كبير للرخام لهذه من حيث المعادن. لكن أيضا من حيث التوطين الصناعة، أعتقد أن الدولة تستهدف أن يتم فيها عدة مناطق صناعية لتوطين الصناعة ومجمعات صناعية. عند هذه النقطة لما بنروح لملف الصناعة بنجد نماذج ناجحة جدا زي مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، بجانب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكان لها نصيب كبير في سيناء. حضرتك شايف أهمية هذه المشاريع والتمويلات الميسرة من الدولة لأهالينا في سيناء، حضرتك شايف تأثير هناك تغيير على أرض الدولة المصرية في كل المناطق الحقيقة، ومنها سيناء. عشان كده النهاردة لما يعمل مناطق صناعية ومجمعات صناعية في سيناء، معناها أنه لازم يكون هناك تنمية، وأن أبناء سيناء يشتغلوا بجانب الفئة المستهدفة من الدلتا ومن الدولة على أن تذهب إلى سيناء. وبالتالي هنا يفسر لنا ليه النهاردة سيناء ما كانش فيها ولا جامعة، النهاردة فيها 5 جامعات مصرية، أحد 5 جامعات مصرية كبيرة وعلى مستويات دولية. هذه الجامعات فضل بجانب أن هناك عدد كبير من المدارس تم إنشائها، مدارس حديثة ومدارس لغات تم إنشائها في هذه المنطقة. ده بيقول لنا أن احنا النهاردة الدولة المصرية بتنمي الموارد البشرية في داخل سيناء حتى تكون جاهزة لما هو قادم، وهو البناء الصناعي والمجمعات الصناعية والصناعات الحديثة. هذا النقطة الثانية كمان، ان احنا النهاردة بقى في دلوقتي سيناء في منطقة اسمها منطقة قناة السويس لتوطين الصناعة والتنمية، وسيناء النهاردة في حوالي 4 مواني بجانب المواني الموجودة في الدولة. وبالتالي هنا العريش وسيناء والبحر الأحمر وسفاجة، هذه المواني جميعا بتبقى نقطة ربط ما بين الدولة المصرية والمناطق الأخرى في العالم، باعتبار أنها نقطة التقاء ونقطة التقاء تجارة مصر الخارجية سواء الصادرات والواردات. ومن هنا يفسر لنا ليه النهاردة الدولة بتستهدف تنمية صناعية في داخل سيناء عشان تكون هنا في هذه الحالة تقدر تصدرها، وأيضا تنمية زراعية
أعتقد أن هناك تم استصلاح عدد كبير جدا من الأفدنة، مساحات كبيرة في داخل هذه الأرض عشان تكون منطقة زراعية. معنى ذلك إيه؟ أن دولة سيناء كانت إما كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي فترة طويلة، ثم جاءت ركنت أو لم تستخدم استخداما جيدا فسكنها الإرهاب، وفي نفس الوقت كمان هنا الدولة لا عايزة تروح لإسرائيل ولا للإرهاب، عايز يكون أبناء مصر الحقيقيين. سيناء مصرية وستظل إن شاء الله مصرية إلى أن تقوم الساعة، تكون هذه المنطقة بيادي مصرية وتكون عنصر أمان للدولة المصرية وتكون عنصر حماية للدولة المصرية بالإنتاج وبالتنمية وبالسلام. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد بجامعة زقازيق، كنت معنا عبر الهاتف. الآن ننتقل من تنمية سيناء إلى جهود الدولة في تنمية الصعيد. دول شباب أهل الصعيد، دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا، هما دول آملنا جلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا ولادنا، هما دول آملنا جيلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الفرحة اللي جاية. حظيت محافظات الصعيد باهتمام من القيادة السياسية، فقد ضخت الدولة المصرية استثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون من التريليون جنيه خلال 10 سنوات الماضية لتنمية محافظات الصعيد في القطاعات كافة، وتخطط الدولة لزيادة مشاركة محافظات صعيد مصر في الناتج المحلي الإجمالي 20% خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2030، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد ل50 مليار جنيه. كما جاءت محافظات الصعيد على رأس أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدا تنمويا ونسبة مرتفعة من التشغيل، وكذلك زيادة عدد العاملين في الصعيد إلى 13.5 مليون عامل، وتم إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات الصعيد، وتم بناء وحدات سكنية ومشروعات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي،
وتم إنشاء وتطوير عدد كبير من الطرق والمحاور، وتم تطوير منظومة السكك الحديدية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب. أستاذ أحمد، بعد التحية، الصعيد بعد سنوات من التهميش حظي باهتمام كبير من الدولة، وبالتحديد في عام 2014، وبلغ حجم الإنفاق على الصعيد نحو 2 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة. برأيك ما دلالات هذا الرقم، وكيف انعكست التنمية على أهالينا في الصعيد؟ اهلا بحضرتك استاذ عمرو، واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. الحقيقه طبعا الدوله المصريه بتنتهج سياسه مهمه جدا في احداث التنميه الشامله المستدامه في محافظات صعيد مصر، ومحافظات صعيد مصر عددها 10 محافظات تقريبا بيقطنها حوالي 45 مليون مواطن، وبالتالي احداث التنميه في محافظات الصعيد بشكل متكامل وشامل، وإنفاق ما يعني قرب 2 تريليون جنيه، والتريليون يعني 1000 مليار جنيه. احنا بنتكلم حضرتك في المساحة اللي أفردتها لمحافظات سيناء، احنا بنتكلم على إجمالي محافظات سيناء والصعيد 3 تريليون جنيه إجمالي الموازنات الخاصة بالتنمية الشاملة في سيناء والصعيد على مدار 10 سنوات. دي أرقام تريليونية وأرقام مهمة، أولا لها دلالات مهمة أستاذ عمرو، ان هي بتحد من الهجرة الداخلية اللي كانت موجودة في عقود سابقة، لان الصعيد عانى من التهميش والاهمال على مدار عقود سابقة، وبالتالي جاءت القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام خاص وبرؤية شاملة للتنمية، سواء في مشروعات خاصة بمدن الجيل الرابع وبناء التجمعات العمرانية الحديثة، بالانشاء كمان الاندستريال باركس او المناطق الصناعية في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى إنشاء المدارس والجامعات وشبكات الاتصالات المتطورة ومشروعات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمحاور العرضية على نهر النيل، إنه يكون بين الكوبري والتاني 25 كيلو، وده بيحدث تنمية وربط ما بين التجمعات العمرانية شرق وغرب النيل، كمان الربط عن طريق القطار الكهربائي السريع في مرحلته الثانيه اللي هيربط ما بين اسوان ب 6 اكتوبر. ده هينقل الخضروات والفاكهه والبضائع من مثلا منطقه زي توشكا اللي هو سيتم استصلاح 600,000 فدان، يعني خلال المرحله المقبله سيتم الانتهاء من استصلاح 600,000 فدان، طبعا شارع العوانات كمان حوالي 400,000 فدان، يعني بنتكلم على مليون فدان. انتاج المناطق ما بين توشكا وشرق العوينات ان هو يصل الى موانئ التصدير في اسكندريه مثلا او في ميناء الدخيله، هيصل فيه عن طريق القطار الكهربائي السريع اللي سيتم افتتاح المرحله، هو دي المرحله الثانيه من القطار سيتم افتتاحها خلال السنوات القليله المقبله. ده هبتقلل الوقت اللي كان بيتم نقل فيه البضائع من جنوب صحيح الصعيد الى المحافظات. ده بالاضافه ان القطار الكهربائي السريع كما تفضلت حضرتك يعني هيختصر المسافة من القاهرة إلى الصعيد أو من العاصمة الإدارية إلى الصعيد في حوالي 4 ساعات، ومتهيألي ما حدش كان يحلم بكده. يعني الدولة دائما بيبقى شغلها الشاغل تحقيق العدالة الاجتماعية. برأيك كيف حققت الدولة العدالة الاجتماعية بضخ استثمارات ضخمة في شرايين التنمية في الصعيد؟ وزي ما حضرتك تفضلت، إزاي ده بقى انعكس على وقف الهجرة من الصعيد إلى العواصم مثل القاهرة والإسكندرية وخلافه؟ يعني طبعا الشباب كان الشباب اللي في صعيد مصر كان بيشوف في القاهرة وفي الإسكندرية وفي العواصم الكبرى والمدن السياحية الكبرى في مصر فرص عمل أفضل أو في حياة أفضل من قرى أو مناطق الصعيد، وبالتالي لما بتحدث الدولة تنمية شاملة في مناطق صناعية واستصلاح مليون فدان في توشكا وشرق العوينات، بالإضافة إلى المناطق السياحية والمدن السياحية المتكاملة زي المدن اللي موجودة في البحر الأحمر الغردقة والمناطق أو المدن السياحية اللي بيتم إنشائها على ساحل البحر الأحمر، دي كلها بتدي فرص عمل للشباب اللي بيتخرج
من صعيد مصر بيدي تنمية متكاملة، لأن أنا بشوف مثلا تكامل مشروعات زراعية مع المشروعات الصناعية زي ما اتكلمنا، مع المشروعات السياحية، مع ديسنت لايف انيشيتيف أو مبادرة حياة كريمة اللي بتستهدف 60 مليون مواطن مصري بيعيشوا في كل قرى الريف المصري ومنها طبعا محافظات الصعيد. التكامل ما بين المبادرات دي وبعضها، وتكامل ما بين ثلاث جهات أساسية وهي الجهات الحكومية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى كمان القطاع الخاص في هذه المحافظات، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ده التكامل ده كله بيعود بإحداث التنمية الشاملة المتكاملة، وكمان إيجاد فرص عمل، تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قرى صعيد مصر، بالإضافة إلى كمان لما المواطن بيلاقي فرصة عمل بعد كده بيلاقي مسكن ملائم. تقريبا احنا بنتكلم على اكتر من 300 الف وحدة سكنية تم انشائها في محافظات صعيد على مدار العشر سنوات الماضية في المدن الجديدة. يعني احنا بنشوف في كل مدينة او محافظة في محافظات صعيد مصر بيبقى فيه مثلا زي المنيا الجديدة، اسيوط الجديدة. المدن اللي بالشكل ده بتمتص الزيادة السكانية، وبالتالي ما فيش بقى الهجرة اللي هي الخاصة بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى فرصة عمل، يعني مسكن ملائم وفرصة عمل، بالإضافة إلى أن كمان في تحسين في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في إنشاء جامعات، وكمان بنشوف إنشاء جامعات خاصة في صعيد مصر تم على مدار السنوات القليلة الماضية. الإحداث التنمية الشاملة أستاذ عمرو بيكثف جهود الدولة في فكرة التنمية المستدامة. التنمية المستدامة يعني الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية في عملية التنمية والتمتع بثروات هذه الدولة. وبالتالي رؤية القيادة السياسية عن طريق انفاق 2 تريليون جنيه والمزيد قادم في الموازنات العامة الجديدة، ده بيؤكد على أن تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والكواليتي اوف لايف هو المنهج الأساسي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب كنت معنا عبر الهاتف، ونشكرك شكرا جزيلا. إذن أصعيد لم يعد منطقة مهمشة من مصر الحبيبة، أصعيد أصبح في قلب المشروع التنموي المصري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد بعد تحية، بنتكلم عن مشروعات قرى حياة كريمة لأهلينا في الصعيد، وإزاي حققت تلك المشروعات نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة في الريف المصري عموما وفي الصعيد على وجه التحديد. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد حياة كريمة هي وجه من أوجه التنمية في مصر التي امتدت في كافة بقاع الوطن، ولكن ركزت حياة كريمة على القرية المصرية، وتم رصد القرى الأولى بالتنمية والأقل في نسبة الفقر
بحيث يتم التركيز عليها ليس فقط لتحسين معيشتها وفقا للمعايير الحالية، ولكن تحسين معيشة وفقا حتى للمعايير المستقبلية. أصبحت القرية المصرية وفقا لمعايير حياة كريمة بها الانترنت فائق السرعة والصرف الصحي وخدمات ربما لا تكون موجودة في مدن كبرى في المنطقة خارج مصر. بالتالي فإن هذا الأمر جزء من استراتيجية متكاملة لتنمية الصعيد. هذه الاستراتيجية التي أتصور أن كان من الناحية الهيكلية كان هناك إنشاء لهيئة مستقلة لتنمية الصعيد لكي تقوم بالتنسيق ما بين المشروعات اللي بتتم في الصعيد. وعلى المستوى الجغرافي بدأ الصعيد بداية من مشروعات وتنمية النوبة، ثم انتقل إلى مشروع التنمية المحلية، وده مشروع مهم جدا لمحافظتي قنا وسوهاج بتعاون ما بين مصر والبنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من مصر، مما يعني أن التنمية في الصعيد نجحت الدولة في أن تجتذب تمويلات تنموية من المؤسسات الدولية من أجل تنمية الصعيد لأول مرة يتم ذلك. ثم ننتقل إلى كافة بقاع الصعيد الأخرى التي استفادت من خلال مشروعات متكاملة. عندما أذهب إلى بني سويف ومحطة الكهرباء الكبرى في بني سويف التي تساعد على إمداد المنطقة بالكامل بالكهرباء، عندما نتحدث عن تطوير المجرى النهري الذي يربط المناطق الصناعية بالبحر المتوسط وبالبحر الأحمر، ده شيء كان مهم جدا لأن المناطق الصناعية اللي موجودة في الامتداد الصحراوي لمدن الصعيد كان مهم ربطها عن طريق النقل النهري، وليس النقل النهري فقط، ولكن تجاوز ما يتحقق على أرض الواقع أحلام المواطنين أنفسهم بالقطار الكهربائي السريع الذي سيربط الصعيد بالقاهرة ثم بالساحل الشمالي ثم بالبحر الأحمر. كل هذه المشروعات طبعا مشروعات مهمة جدا. إذا تحدثنا نتحدث عن الخطوط العريضة، فكرة أن يتم وجود محور تنموي عابر للنيل على مسافات متقاربة من أسوان إلى القاهرة، ده شيء طبعا كان مهم جدا، لأن لم يعد القضية قضية كوبري عابر للنيل ولكنه أصبح محور تنموي صحيح متكامل. هو تم تحسين الطرق والكباري بصفة عامة، وأيضا تم تحسين خدمة السكك الحديدية التقليدية قبل القطار الكهربائي السريع، وهناك قطار التالجو، ويعني أصبح هناك يعني نوع من تحسين الخدمات في كل المرافق. عموما هو تم إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بنسبة 65%. برأيك كيف تعبر هذه الأرقام عن حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للصعيد؟ طبعا هي بتعبر عن اهتمام بالصعيد، وبتعبر عن عدالة في توزيع ثمار التنمية أيضا، لأن الصعيد كان محروم، فبطبيعة الحال فالنسبة هذه النسبة نسبة مرضية جدا. ويعني وخلينا نتفائل كمان ان معظم مشروعات حياة كريمة بنسبة كبيرة قد تحققت، فان حتى ما جاوز 65% يعني حتى بقية الكرة سيتم ضمها على فترات متقاربة لمشروعات حياة كريمة اللي موجودة طبعا واللي بنعيشها وبيعيشها اهلنا في الصعيد كواقع على الارض بالفعل. هو حضرتك ذكرت يعني تعبير دقيق وعلمي جدا اللي هو أن تكون هناك عدالة في توزيع ثمار مشروعات التنمية. الدكتور وليد جبالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أشكرك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا عبر الهاتف. يعني كانت هذه إطلالة على التنمية في مصر والمشروع التنموي في مصر، ومشروع كبير جدا وطموح جدا من أجل أن تكون مصر يعني هي مصر التي عرفناها عبر التاريخ وعبر الحضارة العظمى التي بناها المصريون. المصريون شعب من البنائين العظام، ومصر يعني على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها تتبوأ فيها المكانة التي تليق بها في العالم أجمع.
نشكركم شكرا جزيلا لوجودكم معنا عبر هذه الشاشة. كنا في جولة عن التنمية في سيناء الحبيبة التي هي في قلب كل مصري، وأيضا التنمية في الصعيد، وأهل الصعيد هم بناة الحضارة المصرية عبر التاريخ. نشكركم شكرا جزيلا، وتابعوا تغطياتنا التي تأتيكم عبر فترات إرسالنا المختلفة، ففيها الدقة والرقم الصحيح والمعلومة الصحيحة. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، في أمان الله.